الرابعة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، مثمنا الدور المقدر للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند. هذا وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قام بمنح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق قادرون باختلاف. ونص القانون في مادته الأولى على دعم صندوق قادرون باختلاف بمبالغ مالية ولمرة واحدة من هيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق تحيا مصر وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلى مبلغ قدره 500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. ونشر القانون في الجريدة الرسمية. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها لعمان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. هذا وأشاد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء بعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط مصر والأردن، معربا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وما يجمعهما من علاقات أخوية وتنسيق متواصل، مشيدا بتطابق المواقف والرؤى بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه توجه مدبولي بالشكر للملك عبد الله الثاني على رعايته لمختلف جوانب العلاقات الثنائية مع مصر. تشهد جلسات الحوار الوطني اليوم جلستان متخصصتان بشأن التعليم وزيادة السكانية، حيث تعقد هذه اللجان اجتماعاتها لإعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة للحوار الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس، حيث كان في استقباله وزير الخارجية التونسي نبيل عمار. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إنه من المقرر أن يشارك وزير الخارجية في اجتماع آلية التشاور السياسي للبلدين، فضلا عن بحث مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها. دعا وزراء خارجية دول جوار السودان أطراف النزاع إلى تسهيل تقديم المساعدات إلى السكان بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الأول لوزراء خارجية دول السودان الذي عقد بالعاصمة التشادية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. هذا وأكد الوزراء ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لضمان سرعة نقل إمدادات الإغاثة والرعاية الطبية للضحايا، وكذلك إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة. أعلنت بيلاروسيا عن بدء تدريبات عسكرية بالقرب مع حدودها مع بولندا وليتوانيا. في المقابل عززت بولندا وليتوانيا إجراءاتهما الأمنية الحدودية ردا على تدفق عناصر مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا في أعقاب اتفاق أنهى التمرد المسلح لمقاتلي المجموعة في روسيا نهاية يونيو الماضي.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهرة على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي إسراء العقاد، إلى اللقاء.